بالظبط كده، وبتقف كل على حاجة إنتاجها كمان. مظبوط. طيب الخامات بتاعتك بتلاقيها ازاي؟ هل هي متوفرة ولا لأ؟ بصراحة مش دايما يعني، كل الحاجات بصراحة اللي بجيبها بتكون لوكال، بس الفكرة كلها ان انا مثلا لو جبت حاجة النهاردة انا ممكن انزل بكرة وما الاقيهاش، فده دايما بيحطني في أزمة ان انا لو انتجت حاجة وطلعت حلوة وعجبت من الناس انا في ريسك، هل انا هقدر اعملها لهم مرة تانية ولا لا؟ هي دي دايما ستوك اللي بتكون بالخام. مش، لا بعمل ستوك بس الحمد لله بتتساحب اول باول. لا انا بتكلم على الخامة الخامة لا نفسها. برضو بعمل الخامة ستوك، بس برضو انا يعني هقول لحضرتك حاجة، ان انا لما بنتج بستخدم الخامه في حاجات مختلفه زي ما هوري لحضرتك، يعني مثلا الكلتش دي نفسها هي بالظبط السلابر، فعلى طول الخامات بتتسحب مني، اجي مثلا اقول انا هشتري تاني الاقي لا ما بقاش متاح، فدي اكتر مشكله انا بحس ان هي بتواجهني. انا شايف الديزاينات كلها مختلفه، شكلها مختلفه، ايوه كلها وروح مختلفه واحده الالوان. كلها. مظبوط الاختلاف ده جاي منين؟ مش انا بحس ان انا بحط روحي في كل بيس بصراحه، يعني انا بحس ان الالوان دي روحي. شوف الاحساس. احنا قصدنا هنا ان التصميمات عربيه شويه وبدويه شويه، هل حقيقة. انت قصده ان انت تستوحي حاجه منها؟ دي حقيقه. انا من دي وان كنت عايزه اعمل حاجه مودرن بس بالطابع بتاعنا، يعني لمسه المصريه يعني. وهي دايما قالت لما كنت بحب الشنط الهندي عشان الالوان. بالظبط بالظبط، يعني انا كنت عايزه اعمل هندي بس بالروح بتاعتنا، دايما لما كنت بروح مثلا اشتري حاجه سيناوي او كده في اطار معين الوان معينه زي مثلا اسود ازرق احمر قافلين على كده، فانا كنت حاسه ان انا عايزه احط الالوان المودرن اكتر، اورنج فوشيا الحاجات دي الهابي كولر بالظبط كده، فمن هنا بقى فتحت يا دلع. دي هنا السليبرات سليبرز والشنط قدامنا وكلها معموله بتطريزات يدويه مش رسومات بس، صح كده؟ مظبوط مظبوط. هل في حد هو اللي بيطرز اليدوي ده ولا انت؟ هقول لك حاجه، انا مش كل الحاجات اللي عندي بتكون يدوي، في حاجات بتكون بيدد هي دي اليدوي وفي حاجات بتكون ماشين، لان برضو زي ما بقول لك برودكشن لاين فبياخد وقت كبير. فانت بتبقي عايزه كميه بالظبط، فان انا اقعد بنات ان هم يفضلوا يعملوا كميه هاند ميد بتكون صعبه. امتى بقى بعمل الحركه دي؟ لو انا عايزه اركب خرز في حاجات مثلا زي دي، بصي دي ماشين، وريها لنا ناحيه الكاميرا. ايوه دي ماشين، وبعد الماشين بقى البنات بتبدا تطرز عليها بالخرز. يعني الرسمه بماشين والبنات اللي بتطرز. مظبوط مظبوط. حلو قوي حلو قوي، فكرتها جميله. قولي لي ايه في موضه الربيع اللي جاي والصيف اللي جاي ده؟ طبعا كل الالوان، يعني انا حريك الصيف يعني الوان، معانا الاخضر، الاخضر الفاقع نيون، الاورنج، الفوشيا، الاصفر، الاصفر طالع على الصيف دوت قوي جدا جدا جدا. كل الشنطه والسليبر ولا الرسمه اللي عليه؟ لا الاصفر كمان بالذات طالع كلون قوي هو ذات نفسه، يعني انت ممكن كمان، انا عشان حاجتي تطريز اغلب فبحط التطريزات على الالوان دي. بس ايفن اف حتى لو انت عندك شنطه صفراء لوحدها، لا الاصفر هيكون موضه قوي السنه دي. مظبوط. طيب هل بتعملي الوان بيس اللي هي القطعه الواحده او السبيشال اوردر انك تعملي قطعه واحده لحد، ولا لازم برضو قلتي؟ بيكون صعب، بيكون صعب، تكلفه اعلى. بيكون صعب بالظبط، لان انا علشان اشغل الماشين، وليكن بتشغلي ان انا اعمل 50 قطعه، فعشان اشغل الماشين على وان بيس تكلفه ال 50 هتيجي في الوان بيس. فساعات بيتعرض عليا كده بقول لهم ما عنديش مشكله، بس انتوا لو هتتحملوا تكلفتها انا اوكي. لكن الفكره كلها بقى ان فعلا الكوست بتاعها بيكون عالي قوي. حلو جدا. انا عايزاكي بقى تحكي لنا على، تكلمينا على كل قطعه معانا. نبدا بالشنطه البيج اللي هناك دي. اوكي دي باك باك. ايوه وريها لنا كده الاتجاه ده. ايوه كده مظبوط. دي انا عملتها تاني سنه ليا، علشان انا كنت برضو لما كنت بروح الجامعه كنت ببقى عايزه حاجه تكون شكلها شيك وفي نفس الوقت حلوه وعمليه، فدي عملتها في تاني سنه ليا، ان انا كنت عايزه بقى حاجات للجامعه فعملتها لبنات الجامعه، ولقيت بقى كل البنات بتطلبها مش بس الجامعه، لقيت كمان امهات بتحط فيها حاجات البيبي وكده. الله. فكانت مميزه جدا دي بصراحه، طريقتها حلوه والوانها شيك قوي وتليق على كذا حاجه. بالظبط مظبوط مظبوط. حلوه. وانت اللون محايد بيج فينفع شايفه مظبوط. طيب واللي بعدها؟ احنا اتكلمنا على البيضه دي. ممكن اللي بعدها بقى. اللي بعدها دي بصي دي عينات بقى كمان لسه بعملها، لسه ما اتقفلتش، انا حبيت اوريها لك. بتكون كده بجيب القماش. يعني انت بتشتغلي على القماشه قبل ما تتحول لشنطه. مظبوط، يعني انا بجيب القماش وليكن التوب، وبعدين بقى ببدا اقطعه مش بايدي بصراحه، يعني برضو العمال بنقطعه، وبعدين بعمل عليه الامبرادري بيكون كده. ودي بقى حاجات هاند ميد بتتركب. الوان جميله قوي، وبرضو هتلاقيها على كذا حاجه لان فيها كل يعني الالوان. دي لسه عينات. حلو قوي، عامله الفاتح والغابق. مظبوط، انا دايما بحب اعمل الحركه دي بصراحه. هنا انت قدامنا محافظ دي ولا ايه؟ ده كارد. خليكي في مكانك، هي جايه. اتفضل. اوريها لك برضه. دي كارد هولدر. متقسمه من جوه. دي للكروت. حلو قوي. مظبوط. هي كل واخده روح الهندي زي ما. ايوه دي حقيقه. ودي للسلابرات. سلابر ودايما بيكون ليها باج كلتش.
دايما يعني انت دايما بتعملي طقم على بعض. بس مش بتتباع مع بعضها يعني، انت مثلا لو عايزه تاخدي دي اوكي، بس انا لقيت ان الناس بتحب ان هي تعمل ماتشنج مع بعض اكتر، فحسيت انه دي ميزه مش بتسهلي حاجه بتسهلي عليهم بدل بالزبط. ما تفكر تلبس شوز ايه او شنطه ايه، انت كده جايبه الطقم كله مزبوط. على بعض مزبوط. هي سليبر زي ده ممكن يتلبس في اوقات زي ايه؟ احنا عارفين انه على البحر هيبقى لذيذ، وهل ممكن البسه في ايام العاديه اليوم العادي بتاعي؟ الفكره ان دلوقتي اغلبنا كبنات بقينا نفكر في الحاجات العمليه اكتر، عايزين صح. حاجه عمليه ليومنا، يعني بنلبس الجزم المقفوله بنكون تعبانين فيها، فدلوقتي اغلب الوقت يلا سليبر شيك، طب انا هنزل بيه كل المشاوير نازله بسرعه سليبر. فهي دي بقى الفكره، ان انا بديكي حاجات كتير تختاري ما بينها علشان تعرفي تكوني ستايلش بشكل مريح. حلو قوي حلو قوي. طيب بالنسبه للبوتس اللي معانا هنا